كابتن مصر. ازيك يا دودو؟ اللي بنقول لك انت بتلعب يا دودو. يا دودو ازيك يا كابتن مصر؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كابتن. انت ايه بره مصر كده على طول؟ لا شويتين، ثلاث اربع ايام بس كده؟ والله. ايه فسحه ولا شغل؟ يعني ما بين ده وما بين ده. وفقت؟ الحمد لله ان شاء الله كله خير. في حاجه كويسه جايه يعني؟ لا في داخلين على مشروع كبير كده حلو ان شاء الله. تعالى كده بقى نبدا نتكلم هنا كده شويه. انت فين دلوقتي؟ موجود بعد ما ربنا يديك الصحه والعافيه. معايا مجموعه كويسه هنستثمر هنا في شركه رياضيه كويسه يعني ان شاء الله. بنعمل مخطط يعني مشروع كبير في مشروع نادي كبير يعني نادي في مصر ونادي في اوروبا وهنربطهم ببعض زي كده وادي دجله مثلا او وادي دجله بس مش مربوط بالنادي اللي بره كان عنده ليرز وكان بقى دلوقتي ما فيش رئيس النادي كان هنا وهنا ماجد سامي لا احنا القصه كلها هي في شركه هي شركه تسويق رياضيه شركه كبيره معانا الدكتور محمود العوضي هنعمل مشروع كبير هنا في مصر في ثلاث محافظات فيهم استاد بس استاد مش على السكيل الكبير كمشروع يعني في مشروع تجاري ما انت هتعمل زي مؤسسه رياضيه صغيره انا الجزء الرياضي انا واخده بحيث ان احنا هيبقى في ثلاث اكاديميات مش هوسع الاكاديميات بشكل ثلاث اكاديميات للكوره بس ولا للكوره بس انت جاي تخصص كوره طبعا حتتنا لان انا عشتها بشكل كويس في السنين دي وعشان جربت كل المراحل السنيه وعارف انه في وقت معين نطلع يبقى في تبادل مع النادي الاوروبي ده انه اللعيبه تكون موجوده طب هنا اللعيبه دي هتبقى تبعك انت واللعيبه دي متأيده في الاتحاد المصري ولا مش متأيده في الاتحاد المصري؟ لا هتبقى تبعنا عشان كده انا باخد النادي باخد نادي عشان تبقى العمليه ليجل وقانونيه انه اللعيب يبقى مقيد عندي وانا بتكلم في النقطه دي لما تيجي في سن معين اللعيب زي ما انت بتقول طبعًا لازم يطلع بص احنا الانديه هنا بقى بنبالغ جدا في المبالغ ومش عارف ايه تعالى شوف في افريقيا اللعيبه بتطلع بالمليم بتطلع بالمليم ونشوف بعد كده مشكله الاكاديميات اللي موجوده انه بتتعمل على الاكاديميات وهي مش مرتبطه بنادي لانه الاساس اللعيب مش هتفوق مفيش حد بيستفاد منها حاجه ده سبوبه موجوده بالظبط كده لكن لما تبقى في نادي واخد الرعايه والشكل الكويس تقدر تطلع لانه الغرض الاول التسويقي خروج اللعيبه يعني لو انت في النادي ده هنقدر نقول مثلا تعمل مسابقات وتخش بيها في لازم ليه لازم يكون في مسابقات الولد من غير منافسات ما ينفع ما مش تنفعش هتقدم مش هجيبه انا اقعد اكله واكله وامرنه ما تمتحنوش مش هخليه يتقدم وممكن توصل بيهم درجه اولى لسه المرحلة دي لو دخلنا فيها هنغرز في مشاكلها كتير وانت شايف ده لسه في اختلاف على الدوري يعملوه محترفين ولا يرجعوا لخمس مجموعات في لحد دلوقتي في ما قال لك امبارح نزلوا حاجة مش عارف الفترة اللي فاتت نزلوا حاجة قال لك الدوري المحترفين ألف وبي وجيم بالظبط لسه مختلفين على الدوري المحترفين اللي هو تحت في الدرجة التانية هو في تضارب في كل حاجة بس احنا سعداء ان انت موجود معانا في البرنامج وهنتكلم على فكرة احنا هنا برنامج المجد ده هنا كل واحد اللي بيشرفنا في البرنامج شفت بيطلع اول لاول مرة يقول حاجات ما اتقالتش قبل كده تجهز معانا جاهزين في الفخ يا كابتن اتفضل يا كابتن هتشوف تقرير كده احنا عاملينه صغير وبعد كده نرجع نتكلم ان شاء الله كابتن